هنا بيتكلم على عدد من الاشتراطات الصحية لابد من توافرها في المواد المضافة في الطعام والشراب والدواء. أول حاجة الكلام ده مهم، لابد من تحديد الغرض اللي بتضاف بسببه، لابد من التأكد من صلاحية هذا الغرض. نمرة 2، يلزم المصنع ألا يضيف أي مادة بهدف خداع المستهلك أو تغطية عيب في المنتج التجاري، كأن تضاف مادة نكهة تخفي فساد المنتج. نمرة 3، يجب ألا تقلل من القيمة الغذائية للمادة الغذائية التي أضيفت ليها. نمرة 4، لابد أن يثبت أنها غير مضرة بالصحة وأن تكون مصرحا بها الاستخدام من المنظمات العالمية. نمرة 5، يجب أن تتوفر طرائق لتحليلها ومعرفة كميتها في الأغذية اللي أضيفت لها. وقد قررت جهات علمية وصحية تهتم بالطعام والشراب والدواء أنه قد ينتج عن استعمال المواد المضافة في الطعام والشراب والدواء أضرار صحية على المدى القريب والبعيد. وبيقول أحد الباحثين في التصنيع الغذائي أن هذه المواد المضافة العديدة يمكن أن تمثل خطرا حقيقيا أو يمكن أن تحدث تغيرات خطيرة في الغذاء، وإن التغيرات السلبية اللي قد تحدث في المضافات الغذائية يمكن أن تأخذ إحدى صورتين. أول حاجة تخفيض أو تعديل مكونات غذائية مهمة، في هذه الحالة قد تتحطم العناصر الغذائية كليا أو جزئيا أو تعدل كيميائيا بحيث تقل الفعالية الحيوية لها، الأمر الذي يؤدي لفقد في القيمة الغذائية للغذاء. تحول المكونات بطريقة قد تسبب ضرر واضح، وقد أصبح معروف أن بعض المواد المضافة مسؤولة عن إصابة الإنسان بالسرطان مثل الهيدروكربونات عديدة الحلقات مثل 2 و3 بنزوبيورين وبعض صبغات الأنالين والأفلاتوكسينات. كما يؤدي استعمال المواد المضافة لتكوين مواد سامة في الغذاء، ومن الأمثلة على ذلك تكون سلفوكيسيمين الميسيونين في الطحين نتيجة لمعاملته بمادة التبييض المسماة بكلوريد النيتروجين الثلاثي، بحيث وجد نتيجة للدراسات على الكلاب أن الطحين المعامل بمادة كلوريد النيتروجين الثلاثي بيؤدي لتشنجات ويعود إلى تكون مادة السلفوكسيمين الميسيونين. وبحث الإضافات الغذائية استخدامها وأثرها على الإنسان للدكتور إبراهيم عفنة، ونكمل المرة الجاية.